هذا الصوت كان نغمة جميلة في حياة الناس اليومية قديماً وسيمفونية تربى عليها الكثير، وهذا المكان كان وجهة الناس أيضاً، إلا أن اندثار البابوري جعله المحل الأقدم والوحيد تقريباً إلى اليمين من باب الساحة يمتهن السمكرة في نابلس. البلدة القديمة بأزقتها الضيقة وحاراتها بأقواسها الدائرية لا تزال تروي حكايات أصحابها ومهنها المتوارثة التي تكافح الانقراض، كالسمكرة التي اكتسبها الحاج محي الدين هشهوش عن أجداده. أنا أخذت المهنة عن والدي سنة 70-72، والدي فتح من 50-55 هون في المحل هون، يعني من 70-90 في حركة شغل وعمل. بعد 90 بلشت تنقرض شوية شوية تدريجيا، باصت الحمامات شمس، الكهربائيات، الميكانيونات تخزين، بلشت تنقرض يعني، فالشغل خفيف. فبعد العمر كليته وين يروح يشتغل عند العالم؟ بلاقي صعب الواحد بالنسبة إلي. فأنا هلأ شغلنا بالشتوية، بصلح صوبات غاز، صوبات كاز، بويلرات، بوابير هنا وهناك، وأدوات قديمة متكدسة حول أبو رامي بعد أن انعدم إقبال الناس عليها واستخدام البعض لها فقط في فصل الشتاء لندرة الغاز والانقطاع في التيار الكهربائي. بنصلح بوابير بس نسبة البوابير من سنة 90 10% ما في. في ناس بقول لك بصوت هو الكاز أحمى من الغاز، دعك إنه تفكير إنه توفير أو كذا، الكاز أحمى من الغاز. أنا بالنسبة إلي بتميز صاحبها، إلي مميزات وبفرط الشغلة وأنا مغمض، بفرط الشغلة وبرجعها وأنا مغمض. تضل موجودة ليدعم التراث، يدعم التراث أهل البلد، يدعم التراث اللي بتمسك فيها الواحد. المهنة تواجه الاندثار بسبب قلة المردود المالي من ورائها، فالبوابير تستخدم اليوم كزينة وليس كأداة ضرورية، وبالتالي ليس هناك حاجة لإصلاحها. قدم المكان هذا من قدم البلدة القديمة في مدينة نابلس ومن تجذر هذه المهنة هنا. على الرغم من توجه الناس لحياة المدنية، إلا أن السمكري أبو رامي هشهوش حافظ على الحرفة، ابتداء من تصليح البوابير التي يفضل نغمتها الكثير، وانتهاء بوسائل التدفئة الأكثر حداثة. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.